السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. منذ أكتوبر عام 2014 تسيطر ميليشيا الحوثي على محافظة الحديدة 3 سنوات، والميليشيا تنهب موارد هذه المحافظة كليا دون مبالاة بحياة أكثر من 3.5 مليون نسمة. 85% منهم يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من ثلث الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد. اليوم وبالتزامن مع وصول الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تهامة إلى البوابة الجنوبية للحديدة، تستميت الميليشيا في التشبث بهذه المحافظة لأنها تمثل المصدر الأول لمواردها المادية من خلال المتاجرة بالمساعدات الإغاثية والمشتقات النفطية. من بين 26 مديرية في الحديدة تتركز المعاناة الإنسانية حاليا في الجنوب، خصوصا في حيث والخوخة والتحيتة والجراحي وجبل الراس وزبيد. أكثر من 500,000 نسمة باتوا تحت بطش ميليشيا الحوثي وقلق غارات التحالف التي تستهدف الميليشيا بشكل رئيسي، إلا أن أبرياء مدنيين يدفعون الثمن أيضا. وضع إنساني مؤسف نتيجة التوقف شبه الكلي لمظاهر الحياة في هذه المديريات بسبب قربها من خطوط المواجهات. يتزامن مع ذلك حالة نزيف بشري حاد ونزوح غير مسبوق في السهل التهامي. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش أسباب نزوح المواطنين من مديريات جنوب الحديدة والظروف المعيشية التي يعانوها بسبب حالة الخوف والقلق وما ينبغي القيام به لأجلهم. في هذه الحلقة في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن الناشط السياسي عثمان عيدروس، ومن عدن أيضا الناشط الحقوقي غالب القديمي، ومن صنعاء المتحدث باسم الصليب الأحمر عدنان حزام. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من عدن الناشط السياسي عثمان عيدروس. مرحبا بك أستاذ عثمان. أهلا وسهلا بقناة بلقيس وبجميع الإخوة المشاهدين. مرحبا بك أستاذ عثمان. في البداية، كيف تتابع الوضع المعيشي والإنساني في مديريات جنوب الحديدة، لا سيما بعد اقتراب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من هذه المديريات، وأيضا الحصار الذي تفرضه الميليشيا والقصف والقنص الذي يتعرض له المدنيون في هذه المديريات؟ حقيقة بداية، نحن في محافظة الحديدة والسهل التهامي نعيش أجواء برغم المآسي، لكن أجواء فرائحية مع اقتراب التحرير والنصر بتحرير أول مديرية وهي مديرية الخوخة. وإذا ما تحدثنا عن المآسي الموجودة في محافظات جنوب الحديدة بشكل خاصة بعد أن تم قبل 10 أيام بإطلاق صاروخ باليستي على مدينة الخوخة، وأدى هذا الأمر إلى عملية نزوح حتى في المناطق المحررة، ناهيك عن المناطق التي ما زال إلى الآن القوى الإنقلابية ما زالوا مسيطرين عليها. نعم أستاذ عثمان، أنت تقول بأنكم يعني مستبشرون ويعني فرحات الانتصار قربت، لكن ما هو حاليا حاصل في هذه المديريات؟ هناك نزوح كبير، هناك فقر، هناك جوع، هناك حصار على هذه المديريات، والجميع يشتكون يبحثون عن لقمة العيش. عن أي فرحة تتحدث؟ هو للتحرير ضريبة، ونحن في أبناء تهامة خاصة نعاني جدا عبر الأزمنة السابقة من عملية الاضطهاد والكبت الذي نحن عانيناه، ولا يمنع ذا أن نعبر وأن نستشعر جزء من الفرح ومن قرب الانتصار إن شاء الله. وبالمقابل الآخر نحن نشكر قناة بلقيس ولبرنامج بين قوسين ولمعديه لتسليط الضوء حول معاناة النازحين حول هذه القضية الإنسانية. المأساة في الجانب الإنساني مأساة كبيرة جدا. أنا حصلت الليلة هذه على أرقام ومؤشرات من قبل الإخوة العاملين في عملية النزوح في من داخل عدن. الأسر التي نزحت إلى منطقة عدن فقط وأبين ولحي خلال هذه الفترة 962 أسرة إلى تاريخ 8/1/2018،
وهناك عشرات الأسر بل المئات الذي تمنع الميليشيات عملية خروجهم سواء من مديريات حيس أو جبل راس أو التحيتة أو زبيد أو الجراحي، لأنه حقيقة الناس هناك تعيش في حالة رعب غير عادي، رعب من خلال أن الإخوة أن 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 الإنقلابيين والقوى الإنقلابية يقوموا بعملية التستر في أملاك المواطنين، في مزارعهم، في أسواقهم، في متاجرهم. عدمت فرص الحياة، عدمت مصادر الرزق، الناس تعيش أوضاع مأساوية جدا. ولذلك على الكل تدارك هذا الأمر سواء في السلطة الشرعية أو في مركز الملك سلمان أو المنظمات الدولية، وأن فعلا أن تجعل من عملية النزوح لأبناء محافظة الحديدة أو بالأخص جنوب محافظة الحديدة أن تولي لها جل اهتمامها، حتى فعلا أن هؤلاء النازحين يجدوا ما يسدون به رمقه، لأن هناك قصص تسمعون عنها ومآسي كبيرة جدا. نعم. طيب أستاذ عثمان ابقى معي ونشرك معنا في الحديث من عدن الناشط الحقوقي غالب القديمي. مرحبا بك أستاذ غالب. أهلا وسهلا أخي الحبيب، حياكم الله. مرحبا بك أستاذ غالب. بداية أشكر الإخوة وأشكر قناة بلقيس على اهتمام محافظة الحديدة وأوضاع محافظة الحديدة. وأرحب كذا أيضا بالأخ عثمان. مرحبا بك. الأخ عثمان قال أنه للتحرير ضريبة، فعلا للتحرير ضريبة، إلا أني أقول أنه ضريبة الحديدة زادت عن حدها. آلاف الأسر تعيش في العراء. نازحية الحديدة ليس في عدن وأبيان ونحد فقط، نازحية الحديدة من المحافظات الجنوبية، من كل المحافظات، كل المحافظات متواجدين الآن، النزوح إلى كل المحافظات، يعني في لحج، في أبيان، في الضالع، في عدن، في إب، في تعز، في صنعاء، في ريمة، في النزوح بغض النظر عن النزوح الداخلي. آلاف الأسر تعيش في العراء. أنا هنا نزلت إلى آلاف الأسر تعيش في العراء تحت الأشجار، في غياب تام للمنظمات الإنسانية. السلطة المحلية الوحيد الذي يتفاعل ويعمل بكل قوتها الأخ وكيل الأول يشتغل، نعم يشتغل، يبذل أقصى مجهود. طيب أستاذ غالب قبل أن نتحدث، نعم أستاذ غالب قبل أن نتحدث عن دور السلطة المحلية أو الحكومة الشرعية أو حتى التحالف في التخفيف من معاناة هؤلاء النازحين والناس في هذه المديريات التي نزحت كما تحدث إلى العديد من المحافظات المحررة الأخرى، صور المعاناة التي رصدتها أنت ميدانيا في هذه المناطق من أبناء محافظة الحديدة الذين نزحوا بسبب قرب المواجهات من هذه المديريات وأيضا هربا من سطوة الميليشيا. يا أخي مديريات الجنوب سجن كبير جدا، بالذات مديرية حيث، مديرية التحيتة، هذه السجن أصبحت سجن كبير جدا. الحوثيين يمنعون حتى النزوح، الحوثيين حولوهم إلى دروع بشرية، يعني يسقط يوميا ضحايا قصف الطيران بسبب أن ميليشيات الحوثي حولتهم إلى دروع بشرية. الأطفال، النساء، يعني مأساة لا أقدر أشرح لك وصف مأساة. أسر انتهت بكاملها بسبب قصف، حتى أن التحالف أيضا لا يراعي قواعد الاشتباك، يعني أسرة بالكامل تنتهي بسبب أنه يتواجد طاقم أو طاقمين أو أسرتين، يصل عدادها إلى 25 شخص بين نساء وأطفال بسبب أنه يتواجد طاقم أو عدة أطقم. مأساة يا أخي الحبيب، أصبحنا نعاني لا ندري كيف نصف المشهد. نعم، إذا ربما الناس يعني بين نارين، نار الميليشيا وأيضا الأخطاء التي تقوم بها طيران التحالف، أليس كذلك؟ أصبح أبناء المحافظة المديريات الجنوبية إما أن يموت بقصف الطيران وإما أن يموت جوعا تحت وطأة الحوثي وتحت سجن ميليشيات الحوثي. لا يستطيع أسرة من حيث أن تغادر مديرية حيث إلا بتصريح من ميليشيات الحوثي، حتى وإن كان معهم مريض لا يستطيع أن يسعفوا إلا إذا حصلوا على تصريح من ميليشيات الحوثي نعم. طيب ابقى معي أستاذ غالب، وأتمنى أيضا أن يتم الاتصال بك حتى يعني يتم سماعك بصورة أوضح وتنتهي هذه الإشكالية في تقطع الصوت. أعود إلى عدن عبر الأقمار الاصطناعية مع الناشط السياسي عثمان العيدروس. أستاذ عثمان، ربما تحدث الأستاذ غالب عن نقطة في غاية الأهمية، أنه
الأخطاء التي يرتكبها طيران التحالف، ربما هذه تسبب معاناة أكبر لأبناء هذه المديريات. ألا يمكن لأنتم كناشطين وأيضا للسلطة المحلية الحكومة الشرعية التواصل بصورة مباشرة عدم تكرار مثل هذه الأخطاء التي يروح ضحيتها أكثر من المدنيين؟ اسمح لي بداية أن أنقل تحياتي وسلامي إلى الناشط الحقوقي الأستاذ غالب القديمي، نعم، حيث أن أنشطته الإنسانية في قضية العالقين والنازحين وكذلك الأخطاء التحالف مميزة، ونتمنى أن يستمر هو والناشطين الآخرين. نعم. بالنسبة الأخ غالب ذكر موضوع مهم جدا، وهما ضحايا القصف من قبل التحالف أو الطيران. نعم. وهو نتيجة حقيقة من تحصن هؤلاء القوى الانقلابية واستخدام المواطنين في مناطق جنوب الحديدة أو في المناطق اليمنية بشكل عام كدروع بشرية. نحن نكرر وندين عملية الأخطاء القتالية بالنسبة لطيران التحالف والتي ذهب ضحيتها مواطنين يمنيين في أي مكان في الجمهورية اليمنية، ونتمنى من الإخوة في التحالف وخاصة في الطيارين أن يراعوا قواعد الاشتباك وأن يتجنبوا في ضرب الأسواق مثل ما حصل في مناطق جنوب الحديدة في مديرية الجراحي وفي غيرها، وأمس كان في منطقة الخوبة في الحديدة، وأن تكون أهدافهم أكثر دقة وبعيدة عن المجمعات السكنية. أنا حقيقة لا أمثل السلطة المحلية ولا أمثل الحكومة الشرعية، أنا مجرد إنسان مهتم بقضية محافظتي وأبناء تهامة، وأسعى إلى إيصال صوتهم وإلى مناصرتهم بكافة الوسائل، وأدعو جميع الإخوة الناشطين كذلك أن يكون لهم دور إيجابي في هذه المسائل وفي قضية الساعة الخاصة بأبناء الحديدة وهي قضية العالقين والنازحين. نعم. أو بالأصح قضية النازحين. نعم. طيب، هذه الحملة العسكرية الكبيرة الآن التي بدأت في الساحل الغربي وبدأت تحرر العديد من المديريات في الحديدة، هل يتزامن مع ذلك ترتيب من قبل التحالف العربي؟ لمستم استقبال النازحين، ترتيب أماكن لهؤلاء النازحين، مدهم بالغذاء بما يحتاجونه في المناطق التي نزحوا إليها، أم هناك ربما غياب تام لهذا الجانب؟ لمسنا وشاهدنا ما بعد عملية تحرير مديرية الخوخة من تواجد لجمعية الهلال الأحمر إماراتي بالنسبة للمواطنين المقيمين في مديرية الخوخة. نعم. ولمسنا مساعدات وأشياء تمت، ونتمنى كذلك نحن إن كان لا يوجد عملية ترتيب. أنا حقيقة قدمت إلى هنا إلى عدن قادم من خارج الجمهورية اليمنية البارحة، لا أعلم بالضبط ما هو آلية التحالف أو ما قام به لعملية النازحين أو عملية النزوح، لكن حقيقة ما لمس من أقاربنا من أبناء مديرياتنا من كذا أنه لا يوجد إلا جهود ذاتية يقوم بها، مثل ما أشار الأخ غالب، بعض من مسؤولي السلطة المحلية مثل بالوكيل أول للمحافظة وبعض الشباب والناشطين والجمعيات الخيرية. نعم. لا يوجد تدخل، ولم نسمع ولم نشاهد أن يوجد من تلك المؤسسات الدولية أو المراكز الخاصة بدول التحالف. نعم. أنها قامت بعملية تنفيذ حملة عاجلة طارئة للنازحين الذين نزحوا من مناطق الحديدة، لأنه أخي كما تعرف أخ بشير، الوضع الاقتصادي لأبناء محافظة الحديدة وضع تعبان جدا، هذا كان من قبل سنوات. يا الله أن رب الأسرة يعيش يومه عيده مثل ما نقول نحن باللغة العامية، لا يكاد يمتلك قيمة مصروف أو مواد غذائية ما تعول لمدة أسبوع، وهذا عندما كان في داخل منطقته، ما بالك الآن وهو الآن يا الله السلف وباع ما لديه وخرج ودفع قيمة الأجرة. نعم. المواصلات إلى أن وصل لنزوح إلى عدن أو إلى مارب أو إلى لاحق أو إلى أبيان أو إلى أي منطقة. نعم. محررة.
طيب. لا يجد قوت يومه، لا يجد مستلزماته، يتواجدون في العراء. نشكر احنا حقيقة السلطة المحلية الموجودة في عدن، الناشطين طيب. المؤسسات الذي استقبلت هؤلاء الناس فاعلين الخير، ونتمنى أن يستمر، ونتمنى من جميع الناشطين أن يطلقوا حملة وأن يناشدوا الكل، وأن يستجيب دول التحالف أولا ممثلة بمركز طيب. الملك سلمان ومندوبهم. أتمنى أن يسمع هذه المقابلة وهذا الحوار، وأن ينفذ حملة عاجلة للنازحين نعم. أبناء الحديدة أهمية في عدن نعم. أو الموجودين في نعم. مارب. أستاذ عثمان، هناك عشرات الأسر تصل إلى مارب نعم. والأكثر يصل إلى عدن نعم. مع أهمية النقاط التي ذكرتها، يعني تبني حملة وأيضا المركز الملك سلمان لإغاثة هؤلاء النازحين، لكن هناك ربما نقطة في غاية الأهمية أنتقل فيها إلى الأستاذ غالب القديمي. أستاذ غالب، إذن هذا هو حال من استطاعوا الخروج من هذه المديريات ونزحوا إلى مناطق آمنة، وربما حصلوا على ولو الشيء اليسير وأدنى الخدمات التي يعيشون عليها، لكن هناك أيضا مأساة إنسانية لمن هم محاصرون في هذه المديريات في حيص والتحيتة وزبيد وغيرها من المديريات. ماذا عن وضعهم وحالهم؟ والله يا أخي الحبيب، وضعهم مثل ما قلت لك أولا، أنهم بين نارين، نار الموت بالطيران ونار الموت تحت الحوثي، والنار الثالثة اللي الموت بالجوع. لا يوجد أي منظمات إغاثية تعمل داخل مديريات الجنوب. الأمم المتحدة غائبة تماما. نلاحظ في محافظات أخرى الأمم المتحدة موجودة، هيئات الإغاثة موجودة ما عدا الحديدة. المصيبة الكبيرة أنه المساعدات الإغاثية التي تأتي عبر ميناء الحديدة لا تصل لأبناء الحديدة، وإنما تنتقل إلى المحافظات الأخرى، بينما أبناء الحديدة يموتون جوعا. محافظة الجنوب اليوم قد تكون أشد من ليس ما لم يوجد توصيف تحت خط الفقر، ما قلناه. أبناء الحديدة اليوم يموتون جوع فعلا، الأمراض، الأوبئة، كل شيء معدوم، بينما نرى المساعدات تنطلق تخرج من ميناء الحديدة، تنطلق إلى صنعاء، إلى عمران، إلى صعدة، إلى محافظات أخرى، وأبناء الحديدة ما لهم إلا الله سبحانه وتعالى، وفي غياب تام للمنظمات الإنسانية. وإذا وجدت يوجد المشرف الحوثي والوحدة التنفيذية قد تصادر النفط، يبيعوها ليحولها إلى مجهود حربي. نعم أستاذ غالب، من الذي يعني يصادر كل هذه المعونات الإغاثية التي تصل لأبناء محافظة الحديدة وعن طريق ميناء الحديدة؟ أخي الميليشيات الحوثي واضح يا أخي الحبيب، أنشأوا وحدة داخل المحافظة تسمى الوحدة التنفيذية، يشرف عليها أحدهم، أحد القادمين من صعدة أو من حجة. لا يمكن لأي مؤسسة أو مبادرة أو منظمة تعمل داخل الحديدة إلا عن طريقهم، لا يمكن لأي مساعدات تأتي إلا عن طريقهم، وتوزع النفط بالنفط، النفط تصادر لتباع في الأسواق مجهود حربي، والنفط توزع مكملات لأفرادهم وميليشياتهم المتواجدين في الجبهات، بينما الفقراء والمستحقين لهذه المعونات لا يصل لهم أي شيء. نعم طيب، ابقى معي أستاذ غالب وأيضا الأستاذ عثمان. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة تصريحات تعدها الزملاء عن معاناة سكان جنوب الحديدة والظروف التي يعيشونها. نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل النقاش. نزحنا إلى منطقة شقرة، سوء الحرب وسوء المعيشة هناك، انقطع الشغل علينا في البحر وفي البر، ما فيش لنا أي طافة نروح، إلا الطيران من فوق ولا الحوتة من تحت، وفين نروح؟ لقانا إلى شقرة، الأسر كلها ذا مشردين، الفرشان ما يوجدوش ولا يوجدوا أي حاجة، خلوا بيوتهم وخلوا منازلهم وأعمالهم وأواريهم في البحر، وأقول شكرا مشردين. كم لكم ما جيتوا؟ لنا أسبوع وخمسة أيام كذا بس. السؤال ما فيش حصلنا أي دعومات من أي منظمة. طيب سب لنا الوضع الإنساني هناك. الوضع الإنساني سوء، يعني ما يحتاج أي كلمة، لا تروح بر ولا بحر، النزوح ممنوع، النزوح حتى تنزح من البلاد ما تعرفش من المواجهات ما بين الطرفين. الطيران من فوق مش ممنوع، حفاظا عن يقول لك حفاظا عن الارواح. ما فيش ولا اي حاجه، الدكاكين كلهم بنده، لو تشتي حتى كيلو بطاط ما تحصل، لو تشتي قطمة رز ما تحصل. هاي صعب حياة احنا، صعب من يوم ما هن طيايب صعب حياة احنا. والحوادث يعني هناك يقصوا البيوت الحوادث هناك، يدخلوا هنا طيايب صندوق. نحن نزحنا من شدة الحرب، من شدة
الطرفين يعني متواجهين، وهناك ما فيش مواد غذائيه، ما فيش اي حاجه. كل النازحين ولا معاهم سكن ولا معاهم حاجه، ونشكر لجنه الاغاثه. ليش نزحتم من القريه؟ من الحرب، من طائره تقصف فوقهم، فوق الكل طيران تقصف، والحواتي دافهم مبواب يدخلوا على محارم مداخل. تعم لك؟ لما ينزحوا فقعوا محارم وفقعوا جوال. طيب عب عليك يا ابني نسوان، يقول لك انت احنا خايفين، يقول لك احنا خايفين مثلك. ساكنين في المدرسة، كل أسرة، الأسرة متكونة إلى 5 أسر في غرفة واحدة، إن احنا 20 أسرة هنا داخل المدرسة متواجدين، والآن محتاجين إلى خيام، لأن تخاف حتى أننا نقعد احنا ناكل ونشرب من حياتنا من المنظمات الداعمة. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا ربما عينة من المواطنين الذين نزحوا إلى المحافظات المحررة في محافظة أبين وغيرها من المحافظات، والوضع المعيشي الصعب الذي يعانوه في هذه المديرية. أعود إلى عدن عبر الأقمار الصناعية مع الناشط السياسي عثمان العيدروس. أستاذ عثمان، حقيقة يعني حتى من هم نازحين الآن في المحافظات المحررة، تابعت وسمعت الصورة واضحة كيف يشتكون من عدم وجود حتى مراكز إيواء أو خيام تستقبلهم. إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وبرأيك أين هي الحكومة الشرعية من تأمين احتياج هؤلاء الناس؟ الصورة كانت تعبر عن الوضع المأساوي الذي يعيش فيه النازحين، مثل ما نقلتم هذا الشيء وهذا الأمر. وأتمنى أن هذا الأمر يصل إلى الجهات المعنية بدءا بالحكومة الشرعية، وهذا أول ملف نضعه بين يدي محافظ المحافظة الدكتور الحسن طاهر في قضية نازحي محافظة الحديدة الموجودين في المناطق المحررة، وبالأخص المناطق الجنوبية أو جميع محافظات المناطق مديريات الحديدة، الهاربين والنازحين من بطش القوات الانقلابية كذلك. فهذه أول قضية حقيقية وملف حقيقي، وكان لهم حقيقة يجب أن نكون منصفين جهود ذاتية ممثلة بوكيل أول المحافظة من خلال ما رأينا في الأسابيع الماضية، وسعيه بصورة ذاتية لدى المؤسسات والمنظمات وفاعلي الخير. لكن الآن كسلطة محلية ينبغي أن تمسك هذا الملف، وخطابها هي كسلطة محلية مع دول التحالف أو الرئاسة أو حتى مركز الملك سلمان أو الهلال الأحمر الإماراتي أو غيرهم، يختلف عن بقية الجهات، بحكم السلطة المحلية سلطة شرعية تمثل أستاذ عثمان هذه السلطة المحلية التي تتحدث عنها، يعني الشرعية أم السلطة المحلية أيضا التي تخضع لسيطرة الإنقلابيين التي ربما لا تقدم أي دعم أو حتى تأبى لحال هؤلاء الناس؟ يا أخي، نحن لا نعترف بأي سلطة موجودة في تخضع لسلطة الإنقلابيين. هؤلاء سلطات ميليشيات لا نعترف بها ولا نتعامل معها ولا نرجو منها أي خير. هؤلاء مجرد أطفال صغار مشرفين من داخل صعدة أو من حقة، هم أصحاب القرار. هؤلاء عبارة عن ديكورات فقط، ليس إلا، لا يستطيع حتى أن يتخذوا قرارا واحدا. نحن نخاطب السلطة الرسمية الشرعية مثل ما نحن سميناها بالاسم، ممثلة بالدكتور الحسن طاهر محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي بالمحافظة ووكيله وبقية أعضاء السلطة، فعلا أن يأخذوا هذا الملف بجدية وأن يتبنوا هذه القضية، وهي أول قضية، وأعتقد أنها قضية سهلة وبسيطة إذا ما وجدت هناك فعلا التبني الصحيح والإرادة الصادقة والصحيحة. نعم. طيب أستاذ عثمان، سؤال أخير فقط أودعك فيه الآن. يعني لا تعترفون بسلطة الإنقلابيين، وربما هي النار التي تكوي أبناء محافظة الحديدة منذ يعني انقلابها على الدولة وحصارها لهذه المناطق ونهبها لكل الإيرادات التي تصل إلى محافظة الحديدة التي تملك أكبر ميناء يصل كل المساعدات لمعظم الجمهورية اليمنية. إذن السؤال الأهم الآن، هل هناك من يعني خطة قد يعني لو طبقت من قبل الحكومة الشرعية أو التحالف سيتم تضييق الخناق على هذه الميليشيا وتصل ولو الشيء اليسير للناس الذين يخضعون الذين يعيشون في هذه المديريات التي باتت في خط المواجهة وتحت سيطرة الانقلابيين؟ نعم أخي، أنا أعتقد أنه
العملية الخاطفة الذي تم بها تحرير مديرية الخوخة أثارت الذعر وأثارت الإحباط واليأس لدى القوى الإنقلابية، وجعل مجلسهم السياسي وقيادتهم في صعدة أو في صنعة تعلن حالة النفور وحجم الالتفاف الذي تم من أبناء تهامة وأبناء الساحل الغربي أو السهل التهامي. أثبت أن أبناء تهامة أنهم ليس بتلك الحاضنة الشعبية للقوى الإنقلابية، بل أثبت أنهم الحاضنة الرسمية والشعبية للجمهورية ولمبادئها ولقيمها وللشرعية كذلك. لذلك نتطلع ونأمل أن يكون لدول التحالف والحكومة الشرعية عملية ضغط عسكري لا يوجد حل إلا سوى الحسم العسكري مع هذه القوى، وأن يكون هناك تكامل سواء من الجبهة الشمالية أو الجنوبية، من المنطقة الخامسة من حرض وميدي، وأن يكون كذلك عن طريق البحر. أشكرك. نعم. بحكم أن السهل التهامي كله في ذو خبرة في المناطق البحرية، وأبناء تهامة مثل ما قلت لك هم حاضنة شعبية رسمية للحكومة الشرعية. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي عثمان العيدروس، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من محافظة عدن العاصمة المؤقتة. وأعود مشاهدين الكرام إلى الناشط الحقوقي غالب القديمي. أستاذ غالب، إذن الأستاذ يعني عثمان تحدث عن نقطة في غاية الأهمية، أنه لا حل في هذه المناطق من أجل التخفيف من معاناة الناس وإنهاء كل هذا المشاكل التي حصل في هذه المديرية هو تحريرها. أنتم في المقابل تشتكون من بعض الأخطاء التي يرتكبها طيران التحالف في عملياتها العسكرية، إذن ما هو الحل؟ يا أخي الحبيب، فعلا عثمان كلامه الحقيقة هو أنه لا حل إلا التحرير. فعلا أنه كلما تأخر الحكم كلما زاد النزوح، كلما زاد عدد الضحايا بالجانبين سواء بالقصف أو بالموت جوعا أو بانتهاكات ميليشيات الحوثي. لا حل أمام الحكومة الشرعية والتحالف إلا بشيئين. أولا ميناء الحديدة، فتح ميناء الحديدة داعم رئيسي لميليشيات الحوثي، داعم أساسي لميليشيات الحوثي، لم يستفد منه أبناء الحديدة قط، ما استفاد منه شيء، وإنما داعم أساسي لميليشيات الحوثي اللي تدعم جبهاتها في الجنوب وفي الشمال وكل مكان. ثانيا الحل الآخر هو حسم تحرير محافظة الحديدة من ميليشيات الحوثي، هو الحل لإخراج أبناء المحافظة من المعاناة ومن النزوح ومن الفقر، وعودة الشرعية إلى المحافظة وتأمين المحافظة وتهيئة المحافظة كسلطة محلية موجودة على الأرض والواقع، هي من تستطيع أن تقدم المساعدات وتنقذ أبناء محافظة الحديدة من المعاناة التي تحصل حاصلة لهم اليوم. نعم. الآلية أستاذ غالب التي تراها مناسبة لتفادي أخطاء كبيرة قد تطال المدنيين، في المقابل تسهل من السيطرة وتحرير هذه المديرية؟ أخي الحبيب، الجيش ميليشيات الحوثي موجودة في أماكنها معروفة، قد ينتقلوا من مكان لآخر، لكن أن تستهدف مزارع أو مساكن حتى وإن وجدت فيها مواطنين قبل الاستهداف، أنذر الناس، أدعو الناس إلى الابتعاد عن ميليشيات الحوثي، لكن أن تستهدف مزارع يكون فيها الأطفال أو النساء أو المزارعين أو الأبقار أو المواشي بسبب طقم أو طقمين متواجد في المزرعة، يا أخي نحن إلى الآن لم نسمع باستهداف أحد من قيادات الحوثي الموجودين داخل محافظة الحديدة. قيادات على مستوى الصف الأول لم يستهدف أحد، بينما أطفال ونساء كلهم استهدفوا. احترام قواعد الاشتباك، الحسم والضغط على ميليشيات الحوثي من كل الجوانب، تحريك جبهة ميدي، تحريك جبهة الساحل الغربي، الضغط على الميليشيات من ميناء الحديدة، إيقاف أي بواخر تأتي لميليشيات الحديدة داعمة محملة بالأسلحة وغيرها. نعم. طيب أستاذ غالب، نرحب معنا في الحديث بهذه الحلقة المتحدث باسم الصليب الأحمر من صنعاء الأستاذ عدنان حزام، مرحبا بك أستاذ عدنان. ولكن قبل أن ندخل في النقاش نتابع هذه المادة المعلوماتية عدها الزميل وديع عطا عن تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في جنوب الحديدة، لا سيما بعد اقتراب المواجهات من هذه المديريات وبداية تحريرها من ميليشيا الحوثي.
حياكم الله مشاهدينا من جديد، وهذه المرة إلى صنعاء مع المتحدث باسم الصليب الأحمر الأستاذ عدنان حزام. مرحبا بك أستاذ عدنان. مساء الخير. أهلا بك أستاذ عدنان. أنتم الجهة الوحيدة ومن يعمل في هذا الحقل التي ربما تستطيع الوصول وتقديم شيء لهؤلاء في مناطق الاشتباك أو حتى في مناطق النزوح، الدور الذي قام به الصليب الأحمر للتخفيف من معاناة هؤلاء الناس في هذه المناطق؟ نعم، ومنذ بداية العملية القتالية في الساحل الغربي وخاصة بعد وصولها إلى مناطق مأهولة بالسكان، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيانا ذكر فيه جميع الأطراف المحافظة على حياة المدنيين وكذلك على السماح لمن أرادوا الخروج بأمان أن يخرجوا. ودورنا نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدينا مكتب في محافظة الحديدة يقيم الأوضاع هناك، وكانت أول استجابة لنا هي في المجال الصحي، هناك عشرات الجرحى بشكل يومي يتوافدون من تلك المناطق، فكان دور اللجنة هو دعم القطاع الصحي والمستشفيات على ضفتي القتال سواء من في الحديدة أو عن طريق الجرحى الذين يصلون من إلى عدن. نعم. كان هذا هو تركيز اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لكن أستاذ عدنان، هناك في مديرية حيس والتوحيتة وهذه المناطق من يقولون بأنه لا تواجد لأي منظمة، لا للصليب الأحمر ولا لأي منظمة أخرى في هذه المديريات. أخي الكريم، نحن كما قلت تركيزنا هو على دعم القطاع الصحي. المناطق هذه التي ذكرتها تشهد مواجهات ومناطق قتال، من الطبيعي لا يكون هناك وجود للمنظمات الإنسانية، ولكن نحن من خلال تواصلنا مع أطراف الصراع نحاول قدر الاستطاعة التقديم، وخاصة في مجال الأنشطة المنقذة للحياة وهي إنقاذ الجرحى وكذلك إخلاء الجثث وغيرها من الأنشطة التي نستطيع تقديمها في الوقت الحالي. نعم. إلى جانب أن لدينا تقييمنا الخاص ما يخص النازحين الذين نزحوا من تلك المناطق في كيفية كيف يمكن الاستجابة وتقديم الدعم في هذا الجانب. نعم، المعوقات التي تحول دون وصولكم لهذه المديريات أستاذ عدنان ما هي؟ كما قلت لك هناك هذه المناطق تشهد نزاع حتى اللحظة، ليست مناطق آمنة لكي نرسل فرقنا بتلك المناطق، ولكن من خلال تواصلنا مع الأطراف المنخرطة في الصراع وكذلك من خلال تواصلنا مع الناس الموجودين في المناطق تلك نحاول فهم أكثر كيف يمكن تقديم الدعم الإنساني سواء في المجال الصحي أو الإغاثي. نحن الآن نحاول التركيز بشكل أكبر لأنه تصل عشرات الجرحى يوميا إلى المستشفيات في الحديدة وكذلك إلى عدن، نحاول دعم القطاع الصحي في هذا الجانب من أجل إنقاذ الحياة. نعم. طيب أستاذ عدنان ابقى معي، أعود للناشط الحقوقي غالب القديمي في عدن. أستاذ غالب، الصليب الأحمر كما يتحدث الأستاذ عدنان حزام لهم دور كبير في هذه المناطق، تأمين الناس، تقديم يعني مساعدات في المناطق الآمنة، لكن في مناطق المواجهات يصعب إرسال فريق الصليب الأحمر لهذه الأماكن لأنها مناطق مواجهات. أنت كيف تقيم الدور الذي يقوم به الصليب الأحمر وأيضا المنظمات بشكل عام؟ أخي الحبيب الأخ عدنان تحدث عن الجانب الجرحى، مساعدات الجرحى طبيا، أريد أن أوجه إليه رسالة من خلالكم إليه أنه هل المعاناة والأمراض والأحياء المنتشرة في النازحين الآن هل هي من اختصاصهم؟ هل يستطيعون أن يقدموا يد العون للنازحين الآن؟ الأمراض منتشرة بكثرة، القادمين من المديريات الجنوب في الحديدة يعيشون أوضاع مأساوية. كان لنا أيضا أن نقدم الشكر للإخوة في مكتب الصحة في محافظة عدن ومكتب الصحة بمديرية البريقة على تعاونهم معنا وإنزال وفد طبي لمعالجة بعض النازحين، جزء من النازحين في مديرية البريقة. الآن ندعو الصليب الأحمر أن الأمراض منتشرة في النازحين، النازحين يعيشون في أوضاع مؤلمة جدا، البعوض منتشر، الأمراض قادمة، معهم الكوليرا، معهم الملاريا، معهم أشياء كثيرة منتشرة. هل يستطيع الصليب الأحمر أن يقوم بالمساعدة والعون لهؤلاء النازحين؟ نعم.
طيب سأنقل تساؤلك أستاذ غالب. نعم سأنقل تساؤلك للأستاذ عدنان، ولكن أيضا سؤال أخير لك، أيضا كلمة أخيرة سواء للتحالف العربي، للحكومة الشرعية، لعمل شيء لهؤلاء النازحين وأيضا المحاصرين في هذه المديريات. بداية أوجه شكري للإخوة بمؤسسة تهامة والإخوة في منظمة سواتية، وللأستاذ الفاضل جمال بن فقيه مستشار اللجنة العليا للإحاطة، حقيقة بذل جهد كبير. الشكر أولا وأخيرا للأخ وكيل أول محافظة الحديدة والأخ نائب مدير أمن محافظة الحديدة، بذل جهد كبير جدا في مساعدة ولو أقول أنه قدر بسيط قدر استطاعات مساعدة النازحين. أما رسالتي هي للإخوة في مركز سلمى للإغاثة والإخوة في الهلال الإماراتي، الهلال الأحمر الإماراتي، الإخوة في الحكومة الشرعية، النازحون نازحو مديريات الجنوب ونازحو الحديدة اليوم يعيشون في العراء. نحن ما نتمناه هو أولا إيجاد مراكز إيواء للنازحين. النازحين الآن يعيشون في العراء تحت الأشجار، في المدارس، في المعاهد الفنية، يعني 5-6 أسر تعيش في غرفة واحدة، هذا إلا لم يعيشون في العراء. نحن نتمنى حتى أن يوفروا لنا الخيام، نعم، البطانيات، الفرش، أدوات الطبخ. الأسر النازحة خرجت بالملابس التي فوقها، لا يجدون الملابس، لا يجدون أدوات الطبخ، لا يجدون أي شيء. نتمنى على مركز سلمان للإغاثة، الإخوة في الهلال الأحمر الإماراتي، الحكومة الشرعية أن تتحرك وتتحمل مسؤوليتها كاملة، وكذلك على الأخ محافظ المحافظة أن يعين ويساعد الأخ وكيل أول محافظة في النظر أشكرك. إلى الإخوة النازحين. أشكرك. نعم الناشط الحقوقي غالب القديمي كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. عودة أخيرة إلى صنعاء مع عدنان حزام المتحدث باسم الصليب الأحمر. أستاذ عدنان، إذن كما سمعت الأستاذ غالب يناشدكم لتقديم وعمل شيء، الأوبئة تفتك بهؤلاء النازحين وأيضا يعني بمن هم محاصرين في هذه المديريات، هل من دور سيلعبه الصليب الأحمر مستقبلا لتقديم شيء لهؤلاء؟ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالفعل هي تحاول تخفيف معاناة ضحايا هذا النزاع سواء في الحديدة أو باليمن بشكل عام، وما وأولوياتنا كمنظمة هي ولدت من رحم الحرب هو إنقاذ الحياة، وفي الجانب الجراحي بدرجة أولى بما يخص النازحين وكذلك التداعيات نزوحهم وكذلك الأوبئة. نعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر كان لها تدخل سواء في جائحة الكوليرا أو غيرها من الأوبئة التي انتفشت نتيجة هذا الصراع، وما يخص النازحين الذين نزحوا من الساحل الغربي سواء إلى عدن أو إلى غيرها من المناطق، نحن نعمل من أجل تقييم تلك النزوحات لكي نرى ما هي التدخلات المناسبة في هذا الجانب. أشكرك جزيل الشكر الناطق والمتحدث باسم الصليب الأحمر في صنعاء عدنان حزام، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، لم يبقى إلا أن نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك، ونبدأ بصديق البرنامج تعليق من الأخ عبد السلام وهيب. الناس في هذه المنطقة يموتون من الجوع بسبب الفقر، ناهيك عن انتهاكات ميليشيا الحوثي لهم وأخذت كل ما يسلكونه، الوضع كارثي إلى أبعد ما يتصور الكل، المنظمات الدولية غير موجودة هناك أبدا، لا توجد هناك منظمات دولية أبدا، هناك مديريات اليوم تعيش بوضع صعب في موت بطيء بسبب الحصار عليهم، تتمثل هذه المديريات بالتحيتة وزبيد وحيص والجراحي، أرجو من إيصال المساعدات لهم إن كان هناك شيء اسمه إنسانية أو قيم أو أخلاق. إذن تعليق آخر أيضا من صديق البرنامج الأخ سامي باري يعلق، الوضع كارثي ومزري جدا الذي يعيشه سكان جنوب محافظة الحديدة، مما يجعل معظم سكان تلك المناطق يلجؤون للنزوح إلى المناطق الآمنة في المحافظات المحررة وإلى العاصمة عدن تحديدا كونها الأقرب إليهم جغرافيا، ولتفادي هذا الوضع الكارثي وباختصار شديد يجب على الشرعية والتحالف حسم معركة تحرير تهامة. سامي باري، رأي أخير من أصدقاء أو من صديق البرنامج على الفيسبوك الأخ ياسر حسن عبد الله يعلق، الإغاثة قبل التقدم، فهناك
هناك أمة من التهاميين يعيشون في حالة يرثى لها على الجهات المختصة بالإغاثة السرعة في إنقاذ المئات قبل أن تصبح مجاعة حقيقية كما حدث في عام 2016. إذن ياسر عبد الله نختم بهذا التعليق ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين التي خصصناها عن الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه مديريات جنوب الحديدة في حيص والتحيتة وزبيد وغيرها من المديريات ووضع النازحين الذين ذهبوا إلى المحافظات المحررة. ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا وأيضا الزميلة إلهام عامر كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.